يشارك دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في القمة العالمية للحكومات 2024 بالإمارات. يتضمن جدول أعمال رئيس الوزراء خلال مشاركته في القمة مجموعة من اللقاءات مع عدد من رؤساء المؤسسات التنموية العالمية وحضور عدد من الحلقات النقاشية حول موضوعات مختلفة، فضلا عن إلقائه الكلمة الرئيسة لاستعراض جهود الحكومة المصرية للنهوض بالقطاعات التنموية المختلفة وتعزيز كفاءة البنية التحتية.